أهلا بكم معنا مشاهدينا الكرام في الفقرة الحوارية. زي ما قلنا لحضراتكم في مقدمة الحلقة أنه حلقتنا النهاردة هتكون عن البرمجة وتطوير التعليم في ظل الجمهورية الجديدة. ولو حاولنا بتعريف بسيط كده نعرف ما هي البرمجيات التعليمية، بنقول أن هي أحد البرامج التطبيقية للحاسب الآلي، بتستخدم لتدريب مستخدم الحاسب على أحد العلوم أو توضيح فكرة معينة بالرسوم وبالصور والبيانات والنصوص والصوت والفيديو. لكن عشان نعرف أكتر ما هي البرمجة وإزاي ممكن نستخدمها في تطوير العملية التعليمية في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، يسعدنا يكون معانا النهاردة ضيفتنا الكريمة الأستاذة نهاد عبد الله إسماعيل، موجهة عام كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بمديرية التربية والتعليم بأسوان. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أستاذة نهاد، مهم إن إحنا بما إننا هنتكلم عن البرمجة وعن عملية التطوير في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، على الأقل نعرف في البداية ما هي البرمجة، ما هو مفهومها؟ بصي حضرتك، البرمجة في أبسط صورة نقدر نقول إن هي مجموعة من التعليمات أو الأكواد أو الأوامر اللي بيديها يعني المبرمج، هيديها للجهاز عشان يطلع مهمة معينة. ليها مسارات، ليها مسارات. مواقع إلكترونية ده مسار برمجي. إن أنا أعمل أبليكيشن على الموبايل ده مسار برمجي. إن أنا أصمم لعبة ده مسار برمجي. طبعا بلغات معينة بيفهمها الجهاز اللي هو لغة الآلة بتاعته. دي في أبسط صورة. دي أبسط صورة للبرمجة. نقول إن هو من المجالات المهمة جدا دلوقتي المهنية، تخصصية لمجال العمل. السيد الرئيس طبعا وجه ليها. في أبسط صورة لها من توجهات الدولة براعم مصر الرقمية وأشبال مصر الرقمية. السيد الوزير أعلن أن إن شاء الله هتكون دي مادة أساسية من العام البعد القادم. فكل دي مؤشرات صحية ورائعة. طيب، بما أننا بقى بنتكلم عن اهتمام السيد الرئيس واهتمام الدولة بشكل عام بفكرة أنه عملية البرمجة ناخدها من سن صغيره، يعني الطفل يبتدي يتاسس عليها، فده ياخدني لسؤال مهم، يعني فوائد تعليم البرمجه في سن مبكره، واعرف من حضرتك برضو ايه هو يعني من وجهه نظرك ايه هو السن المناسب اللي المفروض ان الطفل يبتدي عنده يتعلم برمجه. بصي حضرتك، هي البرمجه او احنا كتوجيه كمبيوتر تكنولوجيا المعلومات، فكره البرمجه ان انا بنمي عند الطالب مهاره فكريه معينه. او مهاره ان هو يفكر صح ويحط خطوات سليمه. بتبدا من امتى؟ دي حسب قدرات وامكانيات كل طالب. بس احنا بنبداها من الطالب الصف الرابع ابتدائي. الرابع، يعني احنا بنتكلم في 8 سنوات تقريبا. تمام. ده احنا اللي شغالين عليه كتوجيه. لكن هي امكانيات الطالب دي كل طفل وامكانياته. يعني تقصدي حضرتك ان ممكن الطفل يكون سنه اصغر من كده يبقى عنده القدره على تعلم البرمجيات، وممكن يكون اكبر بس ما عندوش القدره. بالظبط. لكن بيبقى في رينج احنا حاطينه تقريبا انه من سن كذا لكذا هو ده السن المناسب. اللي هو تقريبا بيبتدي من 8 سنوات. طيب، هل الطفل بيحتاج لفتره زمنيه معينه عشان يتعلم فنون البرمجه؟ هي عايزه مداومه. لابد من المداومه. التواصل هو اللي بيخلي الفكره بتثبت. يعني لما هقول لحضرتك الخطوات اللي احنا بنعملها بعد كده، التواصل مستمر حتى خارج جدران مديريه التربيه والتعليم. تمام. عشان يجيب ناتج، عشان يبقى في تفاعل بين الجهات وبعضها، عشان يبقى في نتاج. طبعا. طيب، بيقولوا بقى ان البرمجه بالنسبه للطفل يعني بتحسن من ادائه الاكاديمي بشكل عام، خصوصا في المواد يا استاذه نهاد اللي هي بتحتاج الى اعمال العقل، زي مثلا ماده الرياضيات او ماده العلوم. هل ده حقيقي؟ بدليل انا اول ما قلت لحضرتك احنا الهدف بتاعنا ان انا انمي عنده مهاره فكريه. نعم. فده شيء يعني شيء مسلم به. احنا بنشتغل عليه ازاي كتوجيه كمبيوتر وتكنولوجيا معلومات؟ من خلال الانشطه اللي هعرضها على حضرتك برضه. تمام. والتدريبات اللي بتتم. تمام. هو فعلا بيعتمد على التفكير المنطقي، ان انا اعلمه يرتب تفكيره صح. احنا بقى في ظل تجربتنا في هذا العالم، او حضرتك تحديدا يعني في ظل هذه التجربه، هل شايفه ان في نتائج مثمره بالنسبه لاطفالنا؟ على اعتبار ان احنا دايما بنسمع، وان كان ده انا شايفه ان هو ممكن يبقى تحيز يعني للطفل المصري، انه الطفل المصري اكثر ذكاء من اطفال اخرين، ان هو عنده القدره على الفهم اسرع من غيره. اولا اكدي لي المعلومه دي او انفيها، وقولي لي الى اي مدى الطفل المصري مستجيب لعمليات البرمجه. جدا جدا جدا. والله ده كويس قوي. من اسوان، مش هقول لك من اي مكان. احنا بنتكلم آخر تحديدا عن التجربه بتاعتنا. خليني اقول لحضرتك ان انا عندي طالب عامل مشروع
لذوي الاحتياج، لذوي الهمم، الله. اسمه أرابي أناملي. في أرابي مرحلة أناملي، حتى الاسم جميل يعني. ده طفل في المرحلة الابتدائية. طب الصور بقى اللي قدامنا دي ايه حضرتك برضه تشرحيها؟ بصي حضرتك بقى، دول ولاد احنا فريق البرامج الكمبيوتر التعليمي. تمام. دول كانوا مداخلين مسابقة وزارة ويب سايت، وخدوا مركز عاشر، بس احنا كنا بنجهز قبل ما دي اثناء التجهيز. ده الاستعداد لدخول المسابقة. لدخول المسابقة. عملوا ويب سايت عن انجازات رئاسية. وكانوا ثلاث شباب حلوين كده مع بعض، ما شاء الله، واخدوا مركز عاشر جمهوري. طب عاشر بقى وسط كم نفر يعني؟ يعني لما ناخد مركز العاشر على مستوى الجمهورية، من بين 15 مثلا، يبقى مش محافظات الجمهورية، كل المحافظات يعني 15 مثلا من 27، المركز العاشر من 27 محافظة، يعتبر رقم طبعاً كويس. طبعاً. احنا وصلنا للمركز الثاني على فكرة. والله ما شاء الله ما شاء الله. طيب خدنا مركز تاني. التقدم ده ايه سببه ايه؟ هل يعني اجتهاد منكم انتوا، ولا من الطلبة اللي عندهم استعداد، ولا لازم يبقى من الطرفين؟ حضرتك، فريق الكمبيوتر التعليمي في أسوان من اول ما، بفضل من الله تعالى، يعني من اول ما استلمت الوظيفة مع الموجهين الأوائل، مع صف التوجيه، مع أولادي المتميزين، بدعم قيادات التربية والتعليم، نعم، كان هدفنا نشر الثقافة التكنولوجية لأولادنا في داخل محافظة أسوان. وحضرتك قلت إن في استجابة كبيرة جدا من الأطفال. جدا جدا. بنيجي النشاط الصيفي على مدار 3 شهور، احنا بنشتغل تدريبات، طبعا ده غير تدريبات الأوفلاين، الأونلاين. احنا بنشتغل دلوقتي أوفلاين على مدار الصيف. تدريبات بتشمل ايه؟ تدريبات حضرتك بتشمل عندي تدريبات لغات برمجة، بتشمل عندي ذكاء اصطناعي، بتشمل عندي واقع افتراضي ومعزز، عندي كمان حاجه مش يعني نادره الوجود في المحافظات او تتعدى على الصوابع، عندي معمل اسمه معمل فاب لاب في مدرسه كيما الاعداديه، المسؤول عنه الاستاذه اسماء عبد الرحيم. فاب لاب ده اختصار لاب لابراتوري اعتقد. بالظبط. هو فاب عباره عن ايه؟ عن برينتر 3D و4D. تمام. ده بيتم خلاله تدريبات، بيديني بيصمم العاب، بيصمم مجسمات 3D، ومن المنتج ده احنا طلعنا الطفل اللي قلت لحضرتك عليه، محمد باسم، ده واخد مركز رابع جمهوري، طفل مبدع من منتج الفاب لاب ده. جميل. عنصر من العناصر اللي موجوده. تمام. طب دايما الدخول الى عالم هذا العالم الافتراضي في الغالب بيبقى سلاح ذو حدين، حضرتك عارفه مزايا وعيوب هذا العالم. اكيد. ممكن تسرديها لنا يعني؟ اذا كنا طرحنا بعض المزايا وهي كتيره الحقيقه، خلينا نتكلم عن بعض العيوب عشان على الاقل اطفالنا يتفادوها يعني لما يدخلوا الى هذا العالم. حضرتك، هو انا دايما لما بدخل التدريب بقول لهم عامل زي سكينه. بالظبط. لها ناحيه حاده وناحيه يعني يعني انا السكينه بقطع بيها بستفيد بيها، لكن في نفس الوقت ممكن اعور بيها نفسي، فعايزه حذر. الموبايل اصبح، او كل يعني انا ايا كان الجهاز، الموبايل على اساس انه نموذج لهذه البرمجيات في ايد الولد الصغير. خلينا يعني نقول للوالدين حطوا رقابه ويوجهوهم صح، واعتقد ان المحافظه فيها مجالات كتيره دلوقتي. زي ما قلت لحضرتك، عندنا تدريبات التوجيه الكمبيوتر التعليمي، عندنا مكتبه مصر، عندنا براعم مصر، عندنا شمال مصر المقاميه، يعني اصبح عندنا مجالات كبيره في يعني يمكن في وقتنا كده من الحاجات دي ما كانتش موجوده. صحيح. فلما الولد هيتوجه صح هيبقى المنتج صح. طيب الرقابه تتم ازاي يا استاذه نهاد؟ يعني انا دلوقتي عندي طفلي قاعد ماسك الموبايل بتاعه، اعتقد ان انا مش هبقى متفرغه لاني طول الوقت افضل متابعه، او حتى ابقى واقفه على راسه كده عشان ابقى عارفه هو بيتابع ايه بالظبط. فازاي نمسك العصايه من النص؟ يعني ان احنا نسيب الطفل ياخد راحته ويقعد على الجهاز ده ويتعلم، وفي نفس الوقت نحط له مبادئ واخلاقيات هي اللي تحكم عمليه الرقابه دي. طيب بصي حضرتك، هو المفروض ان انا بوجهه بقى، انا اللي هوجهه. يعني يا بابا هتشوف كذا وهتشوف كذا وهتشوف كذا. يا ريت كمان يبقى بمواعيد. يعني احدد له فتره زمنيه معينه. اعتقد مساله المواعيد دي جزء من يعني الرقابه عشان يعني. تبقاش هو في برامج رقابه والديه على الموبايلات. كويس. بس الولاد ما بيقبلوهاش. طبعا. عشان بيحس ان فيها فرد يعني. يعني انت قاعده على دماغي فما بيقبلوهاش. فخلينا احنا نبقى نتكلم معاهم بلغه حوار بسيطه ولطيفه. اشتغل انت، هتلعب قد كده ساعة قد كده، بس في المقابل انت كمان هتاخد 1 2 3، دخليه على مواقع ياخد منها شهادات.
تمام يعني يبقى تمام انا اوجه الولد في توجيه وفي نفس الوقت ما انا بديله جزء بس ده من محتاج بقى ان الوالدين كمان يكون عندهم المام بعالم البرمجه. لابد يكون عندهم وعي بعالم البرمجه. طب واللي ما عندوش وعي يعمل ايه؟ هل يدخل للعالم ده ويتعلم؟ وهل متاح ان هو يتعلم في سن كبيره مثلا؟ بصي حضرتك دلوقتي ما عادش في ان انا متوقف على حاجه، ده انا ممكن اي حاجه بكتبها، وده ما هو الاي اي ده دلوقتي ما خلاش، يعني حضرتك هتكتبي الحاجه اللي انت عايزاها بدك ضغط الزر كده هتلاقي كل حاجه عند حضرتك طبعا. اذا كان يوتيوب اذا كان على جوجل على ايا كان بتلاقي الرد مباشره. طيب هستسمح حضرتك نروح لفاصل ونرجع بعده مباشره اعرف من حضرتك الى اي مدى كان للبرمجه دور حيوي في رسم صور جديده للمستقبل. نشوف الفاصل. الصورة مبشرة طبعا أستاذة نهاد زي ما احنا شايفين، يعني هي حكاية وطن دي لوحدها كفاية. والله حقيقي حاجة رائعة. يعني أرجع لحضرتك مرة ثانية يا أستاذة نهاد، وسؤالي كان قبل الفاصل لأي مدى البرمجة كان لها دور حيوي في رسم صورة يعني مبهجة للمستقبل؟ البرمجة زي ما قلت لحضرتك هي مجال تخصص كبير جدا، الولاد على فكره بيسعوا عليه جامد، وزاره الاتصالات مش مقصره نهائيا، متمثله حتى عندنا هنا في اسوان في الاي تي اي. دول احنا يعني عن تجربه المركز بتاع الاي تي اي كنت عملنا بروتوكول بين توجيه الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وبين الاي تي اي، دربنا 35 معلم لمده عام دراسي كامل. انا عايزه اقول لحضرتك فعلا شباب اسوان لازم يتوجهوا للقصه دي، لان مجال البرمجه مجال مربح حقيقي جدا. طيب خليني بقى اسالك في النقطه دي، يعني يمكن سياده الرئيس كان دايما بيتكلم في النقطه دي انه اولا بيدعو الشباب وبيحفزهم لان هم يخوضوا هذا المجال. في كليات كتيرة جدا اتفتحت عشان تخدم على العملية دي، وهناخد بقى من كلمة السيد الرئيس في فكرة انها بتعود برواتب مجزية على المبرمجين، يعني هل فعلا تعلم البرمجة بيوفر ضمانة للشاب عشان يحصل على عمل وعلى رواتب مجزية؟ اكيد. هقول لحضرتك اولا البرمجة مش مرتبطة بمؤهل. يعني انا مش يعني انا ممكن اكون تخصص مختلف تماما عن الحاسبات واكون بس مبدع متميز في المجال ده. متميز في المجال ده. وبعدين ميزه البرمجه ان حضرتك ممكن تشتغليها من البيت. يعني انت وظيفه بتدر عليكي دخل وحضرتك موجوده في بيتك. فلا يعني بوابه مستقبل. ده مش بس موجوده في بيتي، ده انا كمان ممكن اشتغل في دوله تانية خالص. بالظبط. وانا بالزبط موجوده في يعني انا موجوده في بيتي في اسوان، ممكن انا اكون شغاله مع اي اتجاه اخر مثلاً. في اي مكان في اي مكان. وبتدر عليا ربح مجزي وانا قاعد مكاني. طبعا هي مجهود. مجهود بس مجهود هي عايزه اعمال ذهني مش كده؟ بالظبط. مجهود ذهني وكورسات مستمره وتدريبات مستمره وتنميه ذاتيه مستمره. لا هي بوابه مستقبل. طب خليني اسال سؤال كده، يعني حضرتك تشوفيه من اي زاويه تناسبك. تعلم البرمجه في المدارس هل هو ضروره ملحه ولا رفاهيه؟ لا جدا ضروره ملحه جدا جدا حقيقي. جدا جدا. انا بقول لحضرتك الولاد سبقونا. انا عايزه اقول لحضرتك من خلال الانشطه الصيفيه، انا يعني احنا عملنا لما لقينا فكر الولاد فوق قوي عملنا حاجه اسمها المدرب الصغير. يعني صغير وبيدرب، هو اللي بيدرب عشان يعني عنده هو عنده طبعاً. معلومه معينه احنا يعني بمساعده فريق الكمبيوتر التعليمي بنجيبه يعمل حقيبه تدريبيه وبيبدا يدرب زمايله في النشاط الصيفي. حضرتك اللي بيدرب ده ممكن يكون في رابعه ابتدائي مثلا. المهم بس هو عنده الموهبه دي، بس هو عنده المعلومه وعنده البرنامج الجديد اللي هيديه وعنده القدره ان هو يقف مدرب طبعا بمساعده المعلمين. بس فعلا الولاد معديين زي ما بيقولوا بلغتهم هم، احنا يعني احنا خلاص عدينا. يعني فعلا هم معديين بجد. ولا وما فيش حاجه بتقف قصادهم لما يكونوا حابين ان هم يتعلموا حاجه. وبعدين زي ما قلت حضرتك المجال مفتوح ومجال التعليم مش قاصر على مدرسه. لا والاجهزه بقت في ايديهم، فاللي عايز يتعلم وتوجه صح بيتعلم. اكيد هيتعلم. طب ما يعني يمكن حضرتك اشرتي لموضوع الانشطه الصيفيه، لو ناخد فكره كده موسعه عنها.
طب بصي الأنشطة احنا عندنا شغالين على أكتر من محور. نعم. عندي تدريبات بتبقى على لغات البرمجة، عندي تدريبات بتبقى على الذكاء الصناعي، عندي تدريبات بتبقى في الفاب لاب زي ما قلت لحضرتك. عندنا كمان كان تدريب جديد ضفناه السنة دي اللي هو الهولوجرام في العملية التعليمية. ده كان ده تدريب مجموعة واحدة، وبصراحة كان أكثر من رائع، وإن شاء الله هيتم تكراره. لأن احنا لما بندرب المعلمين أي تدريب، أنا يعني ده اتفاقي معاهم ودي تعليمات القيادات، التدريب مش بينتهي بانتهاء التدريب، لا، التدريب فين مخرجه؟ أنا دربت قد كده مدرسين، فين مخرج التدريب؟ عايز أقول لحضرتك إن معلمين الحاسب الآلي عملوا أبليكيشن على الموبايل لمنهج سنة رابعة لمادة الحاسب الآلي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أو الأي سي تي، وخمسة. الفرق بين الاثنين ايه؟ ان انا زودت بس على الابلكيشن اللي عند المعلم، هو ضاف عليه التحضير، لكن ايه محتوياته؟ ده في كتاب مدرسي، في مهام ادائيه، في عرض اسئله، في يعني كامل ووافي بالنسبه للابلكيشن. بالنسبه للانشطه، طبعا نتاج الانشطه عندي ان احنا بندخل مسابقات زي ما قلت لحضرتك، مسابقات عندي مسابقات وزاره. الحمد لله بفضل الله احنا لينا 4 أو 5 سنوات بناخد مراكز. اخر مركز السنه اللي فاتت بتاع السنه دي كان تاني جمهوري، والطالبه كانت في لقاء السيد الوزير مدرسه احمد طه حسين باشراف معلمنا الاستاذ محمد يحيى في مدرسه احمد طه حسين، وعندي الطالب في مدرسه المنار واخد 5 جمهوري. عبد الرحمن تحت اشراف برضو استاذه مها في مدرسه المنار. ده اضافه ان احنا كمان شاركنا ولادنا شاركت في الاسبوع العربي للبرمجه ده على مستوى الوطن العربي. حلو قوي. واخدنا مركز اول معلم مربي ذهبي وطني ما شاء الله، واخدين مركز تاني فريق ذهبي مدرسه عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز في كومومبو، والمعلمه اللي هي اللي اخذت المركز الاول استاذه نجوى في مدرسه عبد الله حسين. فلا الانشطه كتيره ووفيره ومنتجاتها كبيره قوي زي ما قلت لحضرتك، برضو عندنا الطالب اللي هو المبدع اللي اخذناه. لا كتير، والانديه الصيفيه والانشطه الصيفيه احنا بنشتغل على مدار يعني مش بنقف، يعني مجرد ما الاجازه بتقف احنا بنشتغل. المدربين الساده المعلمين بيبقوا على تواصل كامل على فكره، مش بيقف يعني انا دربت مثلا من والى، لا ده في على الواتساب في تواصل، على التليجرام في تواصل، في لقاءات اونلاين لغايه بيدوني المنتج في نهايه التدريب عشان يجهز في عرض، لان احنا في ختام الصيف بنعمل عرض للمشروعات وبنعمل حفل تخرج للمدربين اللي عندنا. قبل ما نروح للفاصل هسال بس سؤال صغير كده، هل البرمجيات فعلا بتحسن من التفكير عند الانسان وبتساعده او بتدي له قدره على انه يحل المشكلات؟ اكيد، لان هي البرمجه هي ايه؟ هي البرمجه هي خوارزميات او خطوات لحل مشكله. فهو لو عرف واحد من واحد عشان يوصل لعشرة خلاص المشكله اتحلت. تمام. طيب اسمح لك نروح لفاصل تاني ونرجع نكمل حوارنا. استاذ نهاد، احنا قبل الفاصل كنا بنقول انه او حضرتك اكدتي على فكره ان البرمجيات بتحسن التفكير وبتدي قدره على حل المشكلات، لكن هل تعلم البرمجه ممكن يرفع من مستوى ذكاء الانسان؟ ايوه، لان هو تفكير، يعني حضرتك بصي انا ما دام فكرت يبقى انا حاذقه بالذكاء 1 2 3 4. التفكير، التحليل عشان اوصل لمرحله الابداع، عشان اوصل لمشروع الابتكار الى كل ده اكيد هيبقى فيها ارتفاع بدرجه الذكاء يعني. طب انا دايما بسمع انه يقول لك افضل لغه لتعلم البرمجه بالنسبه للاطفال مثلا هي لغه السكراتش،
افضل لغه لتعلم كذا هي كذا، هي هل في لغات معينه لتعلم البرمجه؟ ايه بقى؟ هي السكراتش عشان بسيطه وفيها حركه شويه، فهتتناسب مع هتناسب السن طبيعه الصغير. الطفل السن آه. الصغير تمام. يعني احنا في المرحله الابتدائيه فعلا بندربهم على السكراتش، لان هو عباره عن بلوكات هو بيتحكم فيها وفي حركتها، قط صغنن كده بيتحرك بيه، ففعلا دي بتتناسب. بنعلى شويه بناخد بندي ولادنا في الاعدادي والثانوي، بنديهم مثلا HTML، نديهم CSS، نديهم جافا على اساس يعمل ويب سايت. اللغات متنوعه وكثيره. ممكن كمان بنديهم في الابتدائي او المرحله الابتدائيه بنديهم كود سبيس اللي هو العالم الافتراضي، ان هو يعمل يصمم شيء معين ويدخل بالنظاره ويبقى يعني هو ده. الولاد عملت المتحف ودخلوني كده فيه وبدات يعني اتجول جوه المتحف بصناعتهم هم. ما شاء الله ما شاء الله. يعني طب خلينا نقف شويه بقى استاذه نهاد عند الجوانب السلبيه اللي في العالم ده، يعني فكره ادمان الانترنت ازاي ممكن نعالجها عند اولادنا؟ يعني احنا بنشوف اولادنا مثلا ماسكين الموبايل ليل نهار، ممكن ده يبقى حتى على حساب مذاكرتهم، على حساب ممكن يكون بيتعلم حاجه كويسه على فكره، بس كمان مثلا احنا بيبقى بيهمنا ان هو ما يهملش الجانب الدراسي. فكره الادمان دي او ان هو يحسن توزيع الوقت بين انه يقعد يحقق رغبه هو بيحبها وبين انه عليه واجب ان هو لازم يؤديه، المعادله دي ممكن نحققها ازاي؟ المعادله دي رقم واحد عند الاب والام. نعم. انا بقسم الوقت صح لابني او لبنتي، لازم يكون في تواصل اصلا، يعني ان هو يبقى في الانترنت بس ده هيبقى هينفصل عن العالم طبعا. لغه التواصل حاصل حاليا الاولاد كتير يعني. بالظبط. وممكن بنلاحظها كمان في الاطفال اللي هم داخلين لسه على مراحل دراسيه جديده، يعني الام عشان تشتري دماغها او ترتاح شويه بتدي له الموبايل، بتدي له التاب. العب. لا لا لا، فلازم يكون في رقابه، ورقابه حازمه، ان انا خليني احدد له زي ما قلت لحضرتك، ان انا احدد له مثلا من ساعه لاثنين على ايا كان. انا بفترض ان هو بيستخدمه مفيد، يبقى انت ليك ساعتين في اليوم هتدخل عشان تشوف كذا. طيب ايه رايك ده انت لو جبت تقدير او جبت مستوى متقدم، ايه رايك المغريات بقى ايه رايك بقى نزودهم ساعه؟ تمام. فهي خلينا نعملها هي حافز. يعني الام تستخدمه كحافز لابنها، مش مش عصا بقى مش بتهدده بيها. بالظبط. طيب الاطفال اللي انا بلاحظ كده، الاطفال اللي بيدمنوا عمليه الجلوس امام الانترنت بكل اشكاله، يعني بيبقى عندهم، انا مش عايزه اسميها حاجه تشبه التوحد، قدرتهم على الكلام او اداره حوار ما بتبقاش جيده. ليه؟ لان هو بيتعامل فقط ذهنيا وما بيفتحش بقه وما بيتكلمش وما بيجادلش مع اي حد. فهل دي تعتبر برضو من ضمن سلبيات؟ اكيد اكيد، لان هو بينفصل عن العالم، بيبقى كل حياته يعني هتلاقي عينيه بتقرا وذهنه شغال وسلوكياته نفسها. حضرتك لو لاحظت الام هتلاقي سلوكيات اصبحت من اللي هو بيسمعه او هو بيشوفه على النت. يعني الطفل مثلا قاعد على فيديو معين، على 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 لغه معينه، على لعبه معينه، بتفصله عن العالم. يعني جربي كده حضرتك، حطي طفله في ايده جهاز وكلميه، مش هيسمعك. ايوه صحيح، لان هو منفصل عن الواقع تماما. صحيح. فشيء طبيعي، يعني دي اخطر حاجه ممكن تبقى عند الطفل الصغير، ان انا بدخله على مسار تاني مختلف تماما. طب ازاي بقى ازاي نعالج المشكله دي؟ يعني نبعده عن الدخول في المنطقه دي، وفي نفس الوقت عايزه اسيبه برضو يمارس حاجه هو بيحبها. انا ادخله بقى في انشطه تانية. يعني انا ادخله سباحه، ادخله قرايه، يعني. ادخله فني، الحاجه اللي هي يحتك فيها بالناس بقى. بالظبط. بالظبط. ومش هبعده عن هنا، بس هيبقى ليها جزء مخصص بالاضافه الى الانشطه الاخرى. ويبقى في حوار وتواصل مستمر بيه معاه، يعني عشان مفصل. هل اطفالنا دلوقتي يعني في بالطريقه دي هم اندر كنترول؟ يعني نقدر نقنعهم بده؟ نقدر. لو ايه؟ نقدر، مش بالطريقه اللي احنا تربينا عليها. احنا تربينا على خلي يعني. بالك كده يعني. لا، هم دلوقتي طريقتهم هم. الحوار معاهم مجدي جدا وممتع جدا، وممكن هو يديك الحلول على فكره. الطفل يديك ممكن هو اللي يديني حل الحاجه يعني. انا فعلا مش عارفاها. طب ايه رايك يعني. انا مش عاجبني الوضع اللي انت فيه، 1 2 3 تعالى نتفق كده مع بعض نعمل ايه؟ ايه اللي هيقول لك واحد؟ طب احنا هنتفق بدل ما نقول حضرتك انت ما هو واحد مش عاجبني، خلينا في 2. ايوه اتفقنا على كده وخلاص اتفقنا. طيب استاذه نهاد، الذكاء الاصطناعي رغم كل المزايا برضو اللي اتقالت عنه، لكن بشوف فيه بعض العيوب، منها فكره ان احنا مثلا ممكن حوار كامل نحطه على لسان اشخاص هم ما قالوهوش.
برضو دي مشكلة كبيرة، لأن ممكن تورط الناس في مشاكل كبيرة، ممكن تدخلنا في متاهات احنا غالبا هنبقى في غنى عنها يعني. فالشعرة بقى اللي هي شعرة معاوية، اللي هي الفاصلة بين ان احنا نشتغل صح وان احنا عايزين نعمل حاجة فيها تقدم تكنولوجي، وفي نفس الوقت نحافظ على أخلاقياتنا ومبادئنا والأمور اللي تعودنا عليها. الذكاء الاصطناعي ده عالم تاني، عالم تاني بمعنى الكلمة والله. استخدامه صح رائع. هو الضمانة بقى هو اللي له احنا هو هنستخدمها؟ له يعني هو ملهوش ضمان على فكرة، لأن حتى يعني نقول إيه، تشريعات القوانين الخاصة بيه تكاد تكون لسه في خطواتها الأولى. فهي برضو محتاج تفرغ يعني. محتاج تفرغ. بس احنا برضو في المدارس بنوجه على كيفية استخدامه، بنوجه ازاي نتعامل معاه، بنوجه على فكرة في احنا مخاطر رقمية او مواطنة الرقمية دي برضو فيها ناس متدربة عندنا تبع وزارة الاتصالات، برضو بتوجه الاولاد لاستخدام الامن الانترنت. تمام. فده موجود فعلا يعني. طب انت يمكن حضرتك استاذه نهاد اتكلمت كتير عن اطفالنا وازاي نجهزهم وازاي نوجههم للعالم ده. المعلم بقى نفسه، المعلم اللي بيعلم البرمجه، مش هو برضو بيحتاج دورات تدريبيه وبيحتاج دايما ان هو يطور نفسه؟ بالظبط. انا بصي حضرتك، بالنسبه للمعلم عندنا كانت تدريبات على مدار عام كامل من الاداره العامه للكمبيوتر التعليمي. عندنا في بدايه كده 70 مدرب معتمد للذكاء الاصطناعي والامن السيبراني، دول تم تدريبهم اونلاين عن طريق مستشاره الماده. دول بقى تم قاموا بتدريب معلمين الكمبيوتر على مستوى المحافظه، تم انتهاء من جميع تدريب المعلمين تدريبهم في نهايه شهر 8. تمام. ده بالنسبه لنا. مؤهلين برضو لتدريب زمايلهم. في كمان بروتوكول مع وزاره الاتصالات المواطنه الرقميه، اخذنا منهم برضو كوادر تدريبيه، وبالتالي تموا برضو دربوا 60 معلم، ودول هيدربوا زمايلهم. زي ما قلت لحضرتك البروتوكول اللي كان مع الاي تي اي 35 معلم، دول برضو دربوا قاموا بتدريب زمايلهم. فالتدريبات مستمره على مدار العام ومش متوقفه. ده بالعكس احنا كمان عاملين حاجه كده متفردين بيها، يعني المعلم اللي عنده معلومه جديده او برنامج جديد بيجيب الحقيبه التدريبيه بتاعته وبيعرضها علينا كأفراد توجيه، موجهين الأوائل والموجهين. لو أجهزت من قبلكم؟ يعني معلم حاسب عنده معلومة، وده حصلت فعلا. عندي معلمة في إدارة كومومبو كان عندها أداة جديدة تقنية كده اسمها اتش 5 بي، قالت لي دي هتفيدنا في الفيديوهات التفاعلية للأولاد. هاتي الحقيبة التدريبية. دكتورة إلهام من مدرسة فاطمة الزهراء جابت الحقيبة التدريبية ودربت أولادها بالفعل، دربت ولادنا فعلا عليها، وحاليا بيعدوا منهج الصف الثالث الإعدادي باستخدام هذه ما الأداة. شاء الله، دي حاجة مشرفة جدا يعني. الحمد لله. الحمد لله. هل بقى في اعلان عن تدريبات خاصه بالبرمجه انتوا ناويين تعملوها يعني؟ احنا لينا صفحه على الفيسبوك بننزل عليها من شهر، يعني بدايه نهايه الدراسه بالظبط، بنعمل فورم بينزل فيه بالبرامج كلها اللي احنا هنشتغل عليها، وبنحدد لكل مرحله ولي الامر او الطالب بيقدم عليها، وبيتم بقى في مجموعات على مدار النشاط الصيفي مدار كامل، وبيتم تدريبهم، وبيتم زي ما قلت لحضرتك حفلة في النهاية. ده إضافة إن في حاجة تانية إحنا كنا بنعملها برضو، في ماراثون في الفاب لاب. بتعلن عن ماراثون كان في نص السنة لمجموعة من الأولاد، صمموا على الأجهزة برامج ثلاثية الأبعاد ويتم تنفيذها على البرينتر، وده تم تكريمهم برضو من السيد وكيل اول وزاره التربيه. طب استاذه نهاد دلوقتي لو احنا قلنا يمكن في بدايه الحلقه خالص انه يعني في فوائد كبيره لتعلم البرمجه في سن الفطره كده، عندهم استعداد عالي يعني لتعلم البرمجه. احنا بقى الكبار اللي فاتتنا الفرصه دي وعايزين نعيد اكتشاف نفسنا من جديد وعايزين نتعلم او ندخل للعالم ده، يعني تنصحي بايه؟ زي ما قلت لحضرتك احنا بنبدا اليوتيوب ما خلاش حاجه. طبعا حضرتك يعني بندخل عليه ونطلع اللي احنا عايزينه على النت. دي فكره كمان كانت من ضمن الافكار، ان احنا عايزين نحط ولي الامر معانا في التدريب، لان هو يعني عنصر مهم جدا عشان الطفل يكمل. بالظبط. احنا عملناها في تدريب واحد كان ربطنا التكنولوجيا بالهاند ميد.
حلو قوي. فقلنا خلي اولياء الامور يكونوا موجودين معنا عشان الادوات اللي هيستخدمها الطالب. وصراحه كانت تجربه ناجحه واولياء الامور فعلا ساعدوا بيها. طب ممكن يعني توضحها لي يا استاذ نهاد، لان التكنولوجيا يعني تقدم غير عادي وذهاب للمستقبل، هاند ميد يعني بنرجع لورا، ازاي نقطه الالتقاء بينهم كان شكلها؟ البرنامج اللي دربنا عليه كان اسمه بوك كريتور. يعني هيعمل كتاب الكتروني. الكتاب بيتعمل على الجهاز، الولد بيصممه على الجهاز وفي نفس الوقت بيعمله لي، هيعرضه لي على الترابيزه. كتاب ورقي بباركود. افتح الباركود هيديني البرنامج اللي هو عامله. حلو قوي قوي. طبعا ده كان في وجود اولياء الامور. تمام. انا يعني اولا عايز اشكر حضرتك قبل ما نختم حلقتنا بس بسؤال اخير. يعني احنا اتكلمنا الحقيقه في امور كتيره متعلقه بالبرمجه، لو حبيت من حضرتك بس تعددي لي فوائد البرمجه للعقل الانساني بشكل عام مش بس للطفل، وعيوبه اللي يعني بنطلب من كل اب وام ان هم يتحاشوها عشان ولادنا يتعلموا بشكل جيد. البرمجة شجعوا عليها أولادكم، شجعوهم بكل ما أوتيتم من قوة، يتعلم لغة معينة، يتعلم، وزي ما قلت لحضرتك المجالات بقت مفتوحة، البرمجة بوابة مستقبل. أيوة. لازم يتعلمها بس برقابة. نعم. عشان برضو ما نتخطاش الحدود السليمة لأي حاجة، أخلاقياتنا وعاداتنا. كل شيء، كل شيء في الدنيا سلاح ذو حدين. طبعا. أستخدمه صح أو أستخدمه خطأ. البرمجة البرمجة البرمجة. فعلا هي عنوان المستقبل كله، بدليل حضرتك دلوقتي لو دخلت في أي مكان بياخد بصمة عين. صحيح. فهي الدنيا يعني اتغيرت خالص جدا. فلازم ولادنا يمشوا الخطوات صح عشان نوصل بهم لبر الأمان. برضو الرقابة الأبوية لازم تكون موجودة، زي ما قلت حضرتك الولاد فكرهم وتصرفاتهم التربوية مختلفة والتعامل معهم مختلف جدا. أنا كولية أمر يعني يبقى في لغة حوار بيني وبين ابني، عشان خاطر هو يديني فكره وأنا دي وممكن أستفاد منه على فكرة. أكيد. لا ده أنا أكيد هستفيد لأنه هو يعني يتعلم حاجات أفضل مني. زي ما قلت حضرتك وزارة الاتصالات ما وقفتش، يعني يكفينا براعم مصر الرقمية ده، ولي الأمر قاعد جنب ابنه وهو بيتدرب هيلاقي نفسه في نقلة تانية مختلفة. طبعاً تماما. طبعاً. فرجاء يعني أولادنا في أسوان مبدعين ومبتكرين وعن تجربة. ويعني مهما قلت فيهم الحقيقة أولادنا عطشانين للتكنولوجيا. فمطلوب مننا احنا بقى أولياء الأمور اتكون في إيدينا. اتكون في إيدينا بالظبط كده. اتكون في إيدينا. ربنا يوفقك أستاذ نهاد، مبسوطة جدا من الحوار مع حضرتك، وحوار ممتع وشيق، وزي ما قلت حضرتك هو فعلا بوابة للمستقبل. يعني شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا أستاذ نهاد عبد الله إسماعيل، موجه عام كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بمديرية التربية والتعليم بأسوان. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. متشكرين. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام في نهاية حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتم من المعلومات اللي تابعناها مع الأستاذ نهاد. بشكركم، وغدا إن شاء الله حلقة جديدة مع أسرة جديدة في شارع الجنوب.